أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن لمدة شهرين إضافيين. أعلن أيضا استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي على اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين، على أن تدخل هذه الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية. أناقش هذا الأمر مع ضيفي السيد فهد سلطان الصحفي اليمني. أهلا وسهلا بك سيد فهد معنا في هذا الحوار. طيب، السؤال الأبرز هنا، ما الفائدة من تمديد هذه الهدنة لشهرين إضافيين؟ يعني من المستفيد من هذا التمديد؟ سيد فهد؟ طيب سيد فهد تسمعني؟ طيب ريثما يتم تجهيز الاتصال مع ضيفنا سيد فهد سلطان، هو صحفي يمني وضيوف آخرين، نستعرض تصريحات الأمم المتحدة في هذا السياق، حيث أعلنت عن تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية لشهرين إضافيين قبل ساعات من نهايتها كخطوة للتهدئة، مطالبة باتخاذ خطوات إضافية. سأتحدث عن هذه الخطوات الإضافية بعد قليل، وأرحب بضيفي السيد عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي. سيد عبد الباقي أهلا وسهلا بكم معنا في هذا الحوار. نتحدث عن أهمية التمديد لهذه الهدنة للمرة الثانية على التوالي لمدة شهرين إضافيين، من هي الجهات المستفيدة ومن هي الجهات الخاسرة؟ تفضل. الموضوع ليس خسارة، الخسران الأوحد في هذه الاستراتيجية هو الشعب اليمني ووحدته وسيادته، لكن هذا المشروع هو ضمن ما يسمى استراتيجية غير معلنة، الاستراتيجية غير المعلنة أو الغامضة كما يطلق عليها، تسير بمراحل، مرت بمراحل إضعاف السلطة الشرعية المنتخبة ممثلة عبد الرب منصور هادي، إيجاد فجوة بين السلطة الشرعية والمواطنين، تجفيف موارد الدولة، إحلال ميليشيات ونخب بديلة للجيش الوطني، تجزئة الجغرافيا، إيجاد كيانات عسكرية متعددة، كل هذه حصار مدينة تعز المدينة الفاعلة، إيجاد منظومة من المرجعيات، ثم انتقلوا إلى مرحلة ثانية تتمثل بإيجاد مجلس رئاسي شرعيته تستمد من مؤتمر الرياض أو من دول التحالف، وهو عبارة عن كيان ما زال غير قادر على التناغم وأمامه مهمات كثيرة. إذن الدول الإقليمية والدول المهيمنة على القرار الدولي تريد من تحت هذا الملف الذي أصبح الآن يحرج الدول الإقليم ويحرج المجتمع الدولي أمام المأساة الإنسانية وأمام طول فترة الحرب، يريدون الحفاظ على كل القوى بقوتها العسكرية والسياسية في الجغرافيا، ومن خلال ما تم التصريح به الحديث عن السلام الشامل، بمعنى نمر تجديد لهذه الهدن تدريجيا حتى في المستقبل يتم الحديث عن سلام ولكن شامل. ولكن سيد عبد الباقي، البعض يقول بأنها فرصة لجماعة الحوثي لإعادة ترتيب أوراقها من جديد، يعني بالتالي تصبح أكثر قوة في المرحلة المقبلة وتكون عائق أمام أي مسار سياسي اتخذ. 2010 استراتيجيتهم كانت واضحة، ومن ثم من انقلاب سبتمبر 2014 حتى يومنا هذا هناك استراتيجية لهذه الجماعة مرتبطة بإيران، استراتيجية تقوم على ثورة مضادة لثورة 26 سبتمبر عام 1960 التي قطعت مع الحكم الكهنوتي الإمامي وأسست لنظام جمهوري. هذه الآن تحاول أن تعود بتمظهر جديد بولاء كان في الستينات الولاء أو التحالف السعودي ملكي إمامي، الآن التحالف هو سلالي إيراني مع وضوح لعقائد ولاية الفقيه. هذا المشروع يقوم على التفويض الإلهي، وبالتالي إيران لا يمكن لها أن تفرط أو تحدث سلام مع جماعة تشبه لها جناح عسكري وجناح سياسي ودعم إقليمي إيراني واضح ومركز إقليمي في لبنان، بالتالي وهي على مقربة من المملكة العربية السعودية، على مقربة من الممرات الدولية، أصبحت العاصمة الرابعة، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، لا يمكن أن والهشاشة أو الاستراتيجية لدول التحالف الضعيفة والغير معلنة اللي هي البقاء في اليمن
إضافة إلى هذا الضعف للنخب السياسية الحاكمة، لا يعطي مجال للحوثيين أن يقدموا تنازلات، لأن كما تعلم كانت هناك مرجعيات دولية تتحدث عن الانسحاب من المدن، تسليم السلاح، العودة إلى الحوار، الاعتراف بمخرجات الحوار الوطني، كل هذا الآن أصبح قطع مع اثنين. الحوثيين كانت مطالبهم واضحة، حوار مباشر بين دول التحالف والحوثيين، وهذا ما يفسر هذا يعني توقف الضربات الجوية، فتح مطار صنعاء، إنهاء شرعية عبد الرب منصور هادي ونائبه، تم تأسيس المجلس، فتحوا مطار صنعاء، فتحوا ميناء الحديدة. الآن هناك حديث عن 70 مليار ريال ذهبت إلى الخزينة الحوثيين لتغذيهم وتمول الجبهات. هذا الحوثيين أيضا مستمرين في حصار تعز، لم يقوموا بمقايضة مطار صنعاء بحصار تعز، مدينة ذات كثافة سكانية عالية ومدينة حامل جماهيري للمشروع الوحدوي، يمكن أن تحدث فارق في الحقل السياسي والثقافي والوطني. بالتالي دخلوا في حوار آخر. إذن الحوثيين يستمدون أو يستغلوا هذه الهدن لإعادة تموضع الميليشياتهم لتحسين مواقفهم، ولكن السلام مرتبط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، مرتبط بأن الحوثيين قوة مسيطرة وسلطة شرعية أو ضعيفة غير متناغمة، الشعب يمني منهك، الحوثيين لا يمكن يقبلوا بالسلام، وإن قبلوا فهم القوة الضاربة. ثم أن فتح ممرات في تعز يعني الحديث عن الانسحاب من المدن، تسليم السلاح أصبح من الماضي، وبالتالي الحوثيين أصبحوا أخطر بكثير من ما يشكله حزب الله في لبنان أو الميليشيات في العراق. سأعود لحضرتك سيد عبد الباقي لو سمحت، نعود لضيفنا سيد فهد سلطان عبر الهاتف وهو صحفي يمني. سيد فهد، يعني إلى أي حد تتفق مع كلام ضيفي؟ يعني هدنة وراء هدنة ربما تقودنا إلى عملية السلام في المرحلة المقبلة، سيعيد الحوثي ترتيب أوراقه، يصبح أكثر قوة، الخاسر الوحيد هو الشعب اليمني. تفضل سيد فهد. سيد فهد، طيب واضح بأننا نواجه مشكلة مع ضيفنا سيد فهد سلطان. سيد عبد الباقي، أعود لحضرتك مجددا، قلت بأنه هنالك قرار غربي بتهدئة الحرب في اليمن، هذا القرار مرتبط بالمصالحة بين قوسين بين الإيرانيين والأمريكيين وانعكاسات هذه المصالحة على الحرب الدائرة في اليمن؟ تفضل. أولا الاستراتيجية الأمريكية وبعض الدول الأوروبية في المنطقة تقوم على عودة الدولة الوطنية العربية وإلى ما قبل الدولة الوطنية إلى الانتماءات السابقة للهوية الشاملة، بمعنى العودة إلى سنة وشيعة وإلى أكراد وعرب، مسيحيين مسلمين، إلى مناطقية. هذا المخطط الواسع هو النموذج في العراق والنموذج الآخر في ليبيا المقسمة إلى ثلاثية، لدينا نماذج، ونموذج آخر يقوم على الفاعل غير الدولة، شل الدولة من خلال إيجاد يعني حزب مثل حزب الله التابع للحرس الإيراني أو المجلس الانتقالي في المناطق الجنوبية تم دعمه. وبالتالي المجتمع الغربي يريد هذه الدول، السلطة الشرعية ضعيفة غير قادرة على إدارة شؤون الدولة والمواطنين، هناك فراغات أمنية، هذا يساهم بعودة هذه الدول إلى هذه المنطقة والسيطرة على الممرات الدولية، يساعد ينهك الدول الإقليمية له، يدرك أن دول التحالف وإيران لهم مصالح في هذه المنطقة وبالتالي لا يريدون الانسحاب، بالتالي يتحملوا الكلفة المادية، هناك سلحة، هنالك الملف الحقوقي، هناك الملف الإنساني، هذه الدول تدفع كل هذه المستحقات، ولكن الدول المهيمنة تأتي لتأخذ الأمور جاهزة على حسبها في الدول. اثنين، الحرب في اليمن تستنزف الخزينة السعودية، تهدد الأمن القومي العربي والسعودي، ثم أيضا تجعل من إيران خطر أول بديل عن إسرائيل، بمعنى إحلال إيران بديل عن إسرائيل، بحيث أن هذا يساعد بعض الدول على إقامة علاقة دبلوماسية والحديث عن ناتو سني في إطار ما يسمى الشرق الأوسط الجديد. إذن المعركة في الجغرافيا اليمنية أو في لبنان المعطل والمصادر أو في العراق الطائفي العقائدي،
هذا كله يعني وفق لاستراتيجية عودة، لأن هناك دراسات تحدثت منذ التسعينيات عن ضرورة عودة الدول الاستعمارية القديمة إلى هذه الجغرافيا بطلب من أبناء هذه المنطقة. الآن الحديث عن حماية السيادة وإيجاد سلام، هم يريدون يعني وضع الدولة ضعيفة، كل الأطراف موجودة، هناك نوع من تسيير الحياة اليومية والمعيشية للمواطنين، بحيث أنه هذا يجعل من التدخل الغربي الأمريكي البريطاني دول التحالف كلها تتدخل في صناعة القرار وفي رسم المستقبل وفقا للمصالح الاستراتيجية للدول وليس وفقا للقوانين الدولية ولتطلعات الشعب اليمني. هناك انقلاب تم في 2014. طيب سيد عبد الباقي، نعم اسمح لي أقاطعك فقط، أعود لضيفي سيد فهد سلطان، أجدد الترحيب بحضرتك سيد فهد، تسمعني الآن؟ نعم أسمعك، تفضل. طيب تعذر الاتصال أكثر مرة مع حضرتك، يعني كنا نتحدث عن ربما هذا التمديد للهدنة للمرة الثانية لشهرين إضافيين يصب في مصلحة الشعب اليمني أم ربما يعني يقود لاستقواء جماعة الحوثي أكثر في المرحلة المقبلة؟ نعم أخي الكريم، نحن الآن أمام تجربة شهرين الماضيين كاملين لم تفضي إلى لم تنفذ الهدنة بشكل كامل، ولا وإنما في حدها الأدنى مع بقاء خروقات كانت مستمرة خلال تلك الفترة. الحصار كان من مدينة تعز واحدة من القضايا التي تضمنها الاتفاق الهدنة، لم تفتح هذه المعابر أو لم يرفع الحصار حتى الآن. كذلك عدد الجبهات كانت مستمرة وإن كانت بسقف منخفض، إلا أن عدد القتلى والجرحى والمداهمات، هنالك استعدادات كذلك للحرب، كأن يعني أصبحت هذه الهدنة ليس كما يقول الإعلام الغربي أو في وسائل الإعلام على أنها تمهيدا لإعلان سلام كامل، وإنما استعدادا ربما لجولة جديدة من الصراع. نحن نعلم أنه في فترات سابقة ربما العام الماضي وما قبلها كانت الهدن عبارة عن استراحة محارب والعودة إلى دائرة الصراع بثقل أكثر، ويسقط قتلى وجرحى وتحصل وتعود الحرب بشكل أعنف مما كانت عليه من قبل. هناك يشعر الشارع اليمني بشكل كبير أن هنالك تواطؤ من قبل الأمم المتحدة، من قبل الدول الغربية، من قبل الدول التي تمسك بالقرار اليمني، أن هنالك تواطؤ واضح وصريح مع جماعة الحوثي، فهنالك ضغوطات فقط تمارس على الحكومة الشرعية، بينما الجانب الآخر يقدم له تسهيلات ويعني على سبيل المثال الآن تم هنالك ضغوطات كبيرة من أجل فتح مطار صنعاء، وبالمقابل في يعني كان يفترض أن يكون رفع الحصار عن مدينة تعز ربما تعبير حسني حتى قبل أن يكون هنالك نقاشات، لكن ذهبوا من أجل عمل يعني لقاءات في الأردن، وهي كانت النتيجة محسومة من قبل بحكم بطبيعة الحوارات والنقاشات التي مرت في سنوات ماضية واستمرت في شهور ولم تفضي إلى شيء. فالأمم المتحدة متحيزة بشكل واضح، تدير هذه الحرب بشكل أعمق وبشكل أوضح، يمارس فقط الضغوطات على الحكومة وكذلك على جماعة الحوثي، يسمح لها هي الآن تحشد بشكل كبير على الحرب، كأننا مستعدون أو على استعداد أو كأننا الآن ربما ستفضي هذه الهدنة القادمة على معركة ربما أشرس وأقوى مما كانت عليه من قبل. طيب سيد عبد الباقي، نقطة أخيرة مع حضرتك لو سمحت، يعني أمميا كيف يمكن أن يعني ننهض بالوضع الإنساني في اليمن المتردي؟ يعني هنالك مآسي إنسانية أو مأساة إنسانية حقيقية اليوم في اليمن، ورغم كل التقارير التي تخرج بشكل شبه يومي نرى صمت واضح من قبل المجتمع الغربي والأمم المتحدة تحديدا. نحن عندما نتحدث عن الأمم المتحدة لا نتحدث كمنظومة يعني افتراضية إخلاقية، نحن نتحدث عن دول مهيمنة على القرار، عن دول مسيطرة على صناعة قرار مجلس الأمن، عن استراتيجيات هذه الدول، وبالتالي الجانب الإنساني في اليمن مرتبط بسوق السلاح، مرتبط بالاستراتيجية، الجانب الإنساني يتم توظيفه، بمعنى طالما قرر هذا العالم أن يظل اليمن متعدد السلطات، متجزأ، ضعيف، يتم إعادة صياغة حقله السياسي والاجتماعي والعسكري والميليشيوي، هذا يتطلب يعني إنهاك للشعب اليمني بحيث يقبل أي حلول ويقبل أي تدخل. وإذا قام طرف السلطة الشرعية أو أي طرف بتجاوز ما هو مرسوم، يتم الحديث عن
الوضع الإنساني وعن عدد الذين يموتون والأطفال الذين تحت خط الفقر. كل هذا الحديث لا يأتي إلا عندما تتغير معادلة القوى أو تتغير تموضعات الجماعات والكيانات داخل حقل الصراع العسكري والسياسي. لذلك عندما تحركت السلطة الشرعية باتجاه استعادة ميناء الحديدة تحرك العالم وانقلب الحديث عن الانعكاسات استيلاء استعادة السلطة لميناء الحديدة. وبالتالي هناك يعني مرسوم خطوط، المجلس الانتقالي له حدوده، هناك السلطة الشرعية يتم تجزئتها بمارب وفي داخل قزمنتعز، هناك الساحل الغربي مع الإمارات، هناك المهرة مع الصراع السعودي سلطنة عمان، هناك يعني احنا امام صراع، هناك إيران تسيطر على جزء كبير من جغرافيا الشمالية. اذا كل هذا مرتبط بإعادة ترتيب المنطقة، بالملفات الدولية مع إيران، مع حتى الكيان الإسرائيلي الذي يطمح، لأنه حاول من خلال إقامة العلاقات الدبلوماسية ومن خلال مؤتمرة السلام، ولكن أشكرك. هذا المشروع لم يلتقي، وبالتالي عادوا من الشرق الأوسط الجديد. أشكرك أستاذ عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي عبر خدمة سكايب. شكرا لكل هذه الإيضاحات ولهذه المشاركة، وضيفي أيضا السيد فهد سلطان الصحفي اليمني عبر الهاتف. شكرا مرة ثانية سيد فهد.